السلام عليكم أثر يعطيكم العافية إن شاء الله تكونوا عملتوا منيح بامتحان الثلاثاء وإن شاء الله امتحان الفاينل بيكون أحسن نعتذر على التأخير اليوم رح نشرح محاضرة ستة اللي هو البارت الأول من آخر ملف بتفريغ عبيدة المحاضرة رح نحكي فيها عن الليمبك سيستم الليمبك سيستم هو من اسمه ليمبك يعني بوردر تمام فبنسميها بوردر ستراكشر بوردر لايش تحيط بايش هي تحيط بالبيز of cerebrum تمام ال base of cerebrum يعني ال base of the brain محاط بالليمبك سيستم هذا الليمبك سيستم هو مجموعة من ال structure بداية بالهايبوثالامس موجودة centrally بعدين para olfactory area septum area anterior nuclei of thalamus portion من ال basal ganglia ال hippocampus amygdala كلها هاي ال structure بنسميها subcortical structure subcortical structure يعني تحت الكورتكس هاي الستركتشرز كلها محاطة بإشي اسمه لمبك كورتكس يعني البارت من الكورتكس يلي يحيط بالليمبك بارت اللي هم الأوربيتو فرنتال كورتكس سبكالوزا جايرس، سنجوليت جايرس، بارا هيبوكامبل جيروس اند الأنكس هاد كله مع بعض بنسميه system. الليمبك سيستم هاد الليمبك سيستم إله كثير فانكشن بداية مثلا الهيبوكامبس تدخل في الميموري والليرنينج الأمكدلا تمام تدخل في الايموشنال بيهيفيرز اه مثلا اه بارت من البيزل جانجليا بتساهم في الهابتس او الروتينز الاشياء اللي انا بعملها without thinking الاشياء اللي انا صرت متعود اعملها تمام وبرضه الهايبوثلامس اللي هي السنترال بارت اللي رح نحكي عنها اليوم كلها هاي تساهم في بعض الفانكشن تمام اللي مهم كثير للجسم زي كمان ايش الـ الاشياء اللي مسؤول عنها زي الفيدنج الهانجر والستيتي والسيكشوال بيهيفيرز تمام فكلها هاي الاشياء مسؤول عنها مين الليمبيك سيستم اذا ليرنينج ميموري ايموشن هابتس سيكشوال بيهيفيرز فيدنج بيهيفيرز اند وات ايفر تمام طيب الان حكينا السنترال بارت من اللمبيك سيستم هو مين الهايبوثالامس هاي ال hypothalamus زي ما حكينا هي موجودة في السنتر center سيستم system والها two way communicating أو two communicating ways مع كل levels of limbic system يعني بتقدر ترسل إشارات وتستقبل إشارات من كل levels تمام من subcortical structure ومن الlimbic cortex وبرضه راح نشوف الآن إنه إلها تفرعات على brain stem على cortex على diencephalon على إلى آخره بدي اعرف انه الهايبوثلامس الها فانكشن كثير مهم بالجسم اول اشي هي تساهم في الاوتونوميك ستيميوليشن او في الاوتونوميك نيرف سيستم سمباثيتك اند باريا سمباثيتك واحدة من الاشياء اللي مهمة الها اللي هي ريجوليشن اوف بلاد بريشر فهي بتتحكم بالهارت ريت وبالبلاد بريشر عن طريق السمباثيتك والباريا سمباثيتك برضو الها اندوكراين فانكشن عن طريق الانتيريور بيتوتري والبوستيريور بيتوتري مثال الاشياء اللي كنا ندرسها بالاندوكراين الريليزنج والانهبيتوري هرمونز اللي كانت تطلع من الهايبوثلامس على انتيرير بيتري جلاند زي مثلا الثايروبيوتين اه اه ريليزنج هرمون كان يروح على الانتيرير بيتري يحفزها تفرز الـ اس اتش يروح على الثايرويد جلاند يحفزها تفرز تي 3 تي 4 تمام وبرضه واحدة من وظائفها اللي هي على البوستيرير بيتري تحفز الأوكسيتوسين، الأوكسيتوسين مهم لل uterine contraction خلال ال labor أو delivery ومهم لل milk ejection خلال milk ejection خلال سوري خلال البريست فيدنج uh, تمام فإذا إلها autonomic function وإلها endocrine function وإلها vegetative function لما بحكي vegetative يعني هي مسؤولة عن ال internal conditions بالجسم أي organ له vegetative condition سوري uh, له vegetative function يعني هو مهم بالprocessing Uh, that essential for life. الأشياء اللي مهمة للحياة. هم two organs mainly the hypothalamus والbrain stem. مش organ إحنا بسميهم هم parts يعني. The hypothalamus والbrain stem. فإلها زي ما حكينا autonomic function, endocrine function and vegetative function. Vegetative function زي إيش؟ زي regulation of body temperature. هلا بحكيلي إنه هاي ال hypothalamus هيمر فيها blood vessels. هاي ال blood vessels فيها blood. الهايبوثلامس وظيفتها حتكون انها تحس التمبرتشر لهذا البلد اذا كان عالي رح تروح تعمل زيادة بالاكتيفيتي للنيورونز جواتها اسمهم Temperature سينسيتيف نيورون Temperature سينسيتيف نيورون يعني نيورون بحسوا التمبرتشر لما حسوا انها التمبرتشر عالية رح يشتغلوا يزيدوا الاكتيفيتي تبعهم تو ديكريز body temperature ولما تكون التمبرتشر تبع البلد نازلة تمام هاي يعني اقل تمبرتشر من النورمال راح تقل الاكتيفيتي تبعهم بحيث انه يزيد التمبرتشر فاول شيء ريجوليشن اوف تمبرتشر عن طريق التمبرتشر سنسيتيف نيورون يلي بحس التمبرتشر للبلد يلي ماشي بالبلد فيزل اللي ماشي جوات الهايبوثالامس شغله ثانيه الأوزمولاليتي الأوزمولاليتي احنا بنعرف هي الكونسنتريشن للاشياء بالفلويد بالبودي فلويد بشكل عام هلا إذا صار في عندي loss of ووتر تمام نتيجة أي إشي بالحياة loss of ووتر هذا إيش رح يعمل لي؟ زيادة بالconcentration فحتصير البادي فلويد concentrated مور concentrated يعني تركيز الالكتروي... الإلكترولايت فيها أعلى من النورمال هذا الإشي رح تستلمه من الهايبوثلامس بحيث إنها حتشتغل بطريقتين وظيفتها الآن إيش؟ تقلل loss of water تقلل خسارة الووتر عشان إيش؟ اقلل الكونسنتريشن للبودي فلويدز كيف راح تقلل اللوس اوف ووتر بطريقتين اول اشي في عندي اشي اسمه الثيرست center ثيرست center موجود في lateral hypothalamus اللي هو المرك مركز العطش مجرد ما صارت البادي فلويد مور كونسنتريتد الهايبوثالامس رح تحس هذا الاشي واللاترال هايبوثالامس رح تحفز الثيرست سنتر اللي عندها فبزيد الديزاير اوف درينكينج ووتر انا بصير بدي اشرب مي بزيادة فبشرب مي بزيادة شغلة ثانية رح تتحكم بانها تقلل اللوس اوف ووتر بال عن طريق ايش رح تروح تحفز مين منطقة بالهايبوثالامس اسمها سوبرا اوبتيك نيوكلياي هاي السوبرا اوبتيك نيوكلياي راح تحفز البوستيرير بوتيتوري جلاند انها تفرز الفيزوبريسين او الانتي انتي دايوريتيك هرمون انتي دايوريتيك هرمون رح يروح على الكدني على الكولكتين دكت يزيد الري ابزوربشن للووتر تمام فاذا شغله ثانيه حكينا اول شيء regulation of temperature. شغله ثانيه osmolality عن طريق سنتر يلي موجود في اللاترال hypothalamus وعن طريق هرمون من البوستيرير أه الشغله الثالثه اللي هي الفيدنج ستيت او الهانجر والستيتي هلا في عندي سنتر سنتر. الهنجر سنتر موجود في اللاترال هايبوثلامس مع مين؟ مع الثيرد سنتر فمركز الجوع ومركز العطس الاثنين العطس سوري <applause> مركز الجوع ومركز العطش الاثنين موجودين في اللاترال هايبوثلامس تمام؟ هلا هاد الهنجر لما كيف بده يشتغل؟ لما بصير في عندي نقصان بالانرجي تبع الجسم رح يصير في عندي افراز لهرمون اسمه جرلين جرلين ايوه من ال... الجاسترو انتستينال تراكت وبرضه من الهايبوثلامس هاد رح يروح على آه على الهانجر سنتر تمام وحفز الجسم انه انا جوعانه احس بشعور الجوع في عندي بالمقابل الستيتي سنتر الستيتي سنتر مركز الشبع موجود في الفينترو ميديال نيوكلياي في الهايبوثلامس هاد لما بتحفز بتحفز نتيجه اللبتين اللبتين بفرزومين الأديبوستيشو فهاد بدلني على انه خلص انا مش بحاجة انرجي زيادة بيفرز اللبتين هاد اللبتين بروح على الهايبوثلامس على الستياتي سنتر وبيحفز انه انا ستوب انا شبعت فاذا حكينا انه الهايبوثلامس لها اوتونوميك فانكشن عن طريق انها بتعمل ريجوليشن للبلد بريشر والها endocrine function عن طريق انها بتتحكم في الانتيرو والبستيرو والبتوتوري والها vegetative function عن طريق انها بتتحكم في البودي تمبريتشر حكينا عن طريق التمبريتشر سنسيتيف نيورون والاوزمولاليتي عن طريق الثيرس سنتر والفيزوبريسين او الانتي دايوريتيك هرمون والفيدنج ستيت اللي هي عن طريق الهنجر والستياتي سنترز هلا نشوف ايش المكتوب بالمحاضره بحكي لي انه الهايبوثلامس إلها مسؤولة عن كنترول الانترنال كونديشنز بالجسم زي ما حكينا البادي تمبرتشر الأوزموليتي والإيت والدرينك تمام فبالتالي هي كنترول البادي ويت كنترول البادي ويت عن طريق أنها بتتحكم في الدرينك والإيتنج برضو زي ما حكينا هدول كلهم نسميناهم الفيجيتاتيف فانكشن هلا بحكي لي إنه الهايبوثالامس ريبريزنت لس دان 1% of brain mass is one of the most important of the control pathway of the limbic system يعني هي صحيح لا تشكل واحد بالمية يعني حتى واحد بالمية ما وصلت من ملبرين ماس ولكنها يعني من كتلة البرين ولكنها مهمة جدا للvegetative function عن طريق ال limbic system زي ما حكينا لها vegetative function endocrine function and emotional behavioral function بحكي لي إنه the hypothalamus لها two way communicating pathway زي ما حكينا with all levels of limbic system إنه هي قادرة تتواصل أو قادرة تعمل communication مع كل levels of limbic system سواء على subcortical structure أو على limbic cortex two way يعني هي بتستقبل وبترسل بحكي لي إنه هي كان send the output signals إلى three direction اللي بيطلع منها تمام يعني هي تو communicating حتستقبل منها دول والoutput حيطلع على ثلاث أماكن إما على brain stem مس انسفلون ميدلا اند بونز وهذا الاشي بيساهم بالاوتونوميك نيرفوس سيستم او اللي هو اللي حكينا عنه الاوتونوميك فانكشن اوف هايبوثالاموس وإلى الى الانفان الانفاندبيولم حتروح على الانتيريور والبوستيريور بتوتري فهاي الاندوكراين فانكشن او على الهاير اريا زي الداي انسفلون والسربرم فبتساهم في الباقي الفانكشن تمام هيك تمام اذا هدول كلهم حكيناهم نيجي الآن على الـ Behavioral Function of Hypothalamus أوكي okay. الآن بحكي لي إنه Hypothalamus فيها أربع مناطق Lateral Hypothalamus, فينتروميديال Nucleus, والبيري فينتركيولار نيوكلياي والانتيرور آند بوستيرور هايبوثلامس هلا من يعني أنا ما حكيت لكم هاي الفكرة بس الـ Hypothalamus لو ندخل بالستركتشر تبعها بالفونكشن تبعها ان ديتيلز رح تطلع المحاضرة كثير طويلة وانتو كتفاصيل مش مطلوب منكم هاي الاشياء كلها فانا اختصرت بس على اني احكي الاشياء اللي كثير مهمة بالمحاضرة الموجودة معكم الاشياء اللي بتهمكم للامتحان الاشياء اللي ممكن تسألها تسألكم عنها الدكتورة وبس صراحة باقي الاشياء ما حبيت ادخل فيها أول اشي لانه انتم فترة قبل الامتحان وثاني اشي انتم مش مطلوب منكم اصلا هاي الاشياء المهم اللاترال lateral hypothalamus اه أنا كنت أحكي إنه اللي حاب يتعمق بالموضوع في فيديو لنين جنيرد اسمه hypothalamus anatomy and function فبتقدروا تحضروه في الفيديو طويل يعني هو ساعة هذا إذا حبيتوا تتعمقوا بالموضوع أما كمواضيع أنا شفتها يعني مش يعني المواضيع كثير بعيدة عن الأشياء اللي أنتم مطلوبة منكم أو في ديتيلز كثير نرجع ال فيها أربع مناطق مهمة اللاترال lateral حكينا فيها الثيرد سنتر حكينا انه لما بيصير في عندي زيادة بالبودي فلويد اوزمولاليتي رح يتحفز الثيرث سنتر بيعطيني ديزير اوف درينكينج ووتر فانا بشرب مي بقل الكونسنتريشن لهاي البودي فلويد شغلة ثانية الهنجر سنتر اللي رح تحفز الايتنج وبرضو بحكيلي انه اللاترال هايبوثيلا مسؤولة عن شغلة ثالثة اللي هي زيادة الجينرال ليفل اكتيفيتي فهي رح تعمل rage اند fighting رح تعمل العصبية والغضب فاللاترال hypothalamus هي المسؤولة عن الغضب هلا ما بعرف اذا هذا الاشي كتير صح ولا لا بس ممكن هذا الاشي له علاقة بانه عشان هيك الانسان لما بيجوع كتير بعصب تمام فاللاترال hypothalamus ممكن يعني هذا الاشي يساعدكم انا حكيتها معني مش متأكدة منها عشان تربطوا انه lateral hypothalamus مسؤولة عن thirst والهنجر سنتر والريج and fighting الغضب والعطش والجوع تمام؟ هلا اذا صار في عندي مشكله في اللاترال هايبوثلامس يلي حيصير انه الهنجر سنتر رح يتاثر احنا حكينا انه الانسان لما بجوع رح يصير في عندي افراز للجريلين هذا الجريلين رح يحفز هذا السنتر يحكي للانسان انه السيربرال كورتكس تستوعب انه انا جوعانه الان اذا صار في عندي مشكله هون رح ابطل احس بالجوع رح اكون انا جوعانه او جسمي بحاجه طاقه او انا بحاجه الاكل بس انا مش حاسه بالجوع فهذا الاشي رح يعمل ستارفيشن جوع بس انا مش حاسه فيه ممكن هذا الستارفيشن يكون ليثال ستارفيشن يموت الشخص بسببه تمام وبرضه رح يقلل الدرينكينج لانه كمان سنتر رح يتاثر فانا ما بشرب مي ما بحس بالعطش ما بشرب مي فبرضه زي ما حكينا هذا الاشي رح ممكن يعمل ليثال ستارفيشن عن الاكل والمي شوفوا بحكي لي دكريز درينكينج اند ايتينج اولموست zero تقريبا ببطل الواحد يحس بالمره بالجوع والعطش ببطل ياكل وببطل يشرب اذا اللاترال هايپوثلامس فيها الثيرست سنتر الهانجر سنتر وبتزيد الاكتيفيتي بحيث انها تكون مسؤوله عن الريج والفايتينج حكينا اذا صار في عندي ليجن بهاي المنطقه رح يبطل الانسان يحس بالجوع او العطش فراح يعمل ليثر ستارفيشن شغله ثانيه المنطقه الثانيه اللي هي ventromedial nucleus الفنتروميديال نيوكليس حتكون عكس اللاترال تماما فيها المنطقة المسؤولة عن الستياتي اللي هو الستياتي سنتر مركز الشبع فهاي حتقلل الاكل حكينا لما الواحد بيشبع رح يفرز الليبتين من الاديبوز تيشو هذا الليبتين رح يروح على الستياتي سنتر يحفزه انا إشبعت بنفس الوقت بحكي لي انه هذا المكان بالهايبوثلمس مسؤول عن الكالمنس او الترانكويلتي يعني الهدوء فبعكس تماما اللاترال اذا هو حيحسسني بالشبع وحسسني بالهدوء الان بحكي لي اذا صار في عندي ليجن بمنطقه الفنترو ميديال رح يصير في عندي اكسسيف يعني انا بطلت احس بالشبع هو مسؤول عن الشبع صار في عندي ليجن بطلت احس بالشبع صرت اكل كثير تمام فممكن يعمل لي هذا الاشي obesity برضه كان مسؤول عن الهدوء، فبطلت احس فيه، فممكن يعمل لي اللي هو هايبر اكتيفيتي اكستريم غضب شديد، الواحد دايما معصب او مستفز، فالventromedial nucleus حكينا مسؤولة عن الستيتي، فالواحد لما بيشبع بتحفز السنتر عن طريق حكينا الليبتين ومسؤولة عن الترانكويليتي او الهدوء، إذا صار في عندي ليجن فيها رح أبطل أحس بالشبع فيعمل أوبيزيتي وراح آه إيش نوع حكينا يعمل؟ هايبر اكتيفيتي فرح يعمل اكستريم ريج تمام في عندي برضو منطقة البري فنتركيولار نيوكلياي رح تعمل الفير والبانشمنت رياكشن وهذا الاشي رح نحكي عنه كمان شوي والانتيرور اند posterior hypothalamus مسؤولة عن السكس درايف او sexual بيهيفير فحكينا بشكل عام الهايبوثلامس الها اوتونوميك فانكشن تمام عن طريق انها هي موجودة أول شيء سنترالي في الليمبك سيستم في حواليها السب كورتيكال ستركشر limbic كو كورتكس هي تستقبل منهم وبتطلع الإشارات الأوتبوت تبعها على ثلاث أماكن إما برين ستيم فهذا الإشي له علاقة في الأوتونوميك فانكشن تبعها من مثال الريجوليشن أوف بلاد بريشر والهارت ريت <applause> شغلة ثانية الاندوكراين فانكشن اللي هو الأوتبوت تبعها طلع على الانفانتبيلم على الانتيرير بتي... بتيري زي ما حكينا تايروكسين ريليزين هرمون او ثايروبايوتين كورتيكوتروبين الى اخره الريليزنج والانهبيتوري هرمون والاكسيتوسن والانتي دايوريتيك هرمون وحكينا الفيجيتيتيف فانكشن التمبريتشر حكينا عنها عن طريق التمبريتشر سنسيتيف نيورون الأوزمولاليتي اللي هي عن طريق الثيرس سنتر والانتي دايوريتيك هرمون والفيدنج ستيت عن طريق الهانجر والستيتي وحكينا اللاترال هايبيثلامس فيها الهانجر والثيرست سنترز وفيها مسؤوله عن الريج والفايتينج إذا صار في عندي Legion هتعمل Lethal Starvation الـ Ventromedial Nucleus فيها الـ Steady Center والـ مسؤولة عن الـ Tranquility إذا صار فيها Legion هتعمل Opacity ورح تعمل Hyperactivity حكينا في عندي Periventricular Nuclei مسؤولة عن الـ Fear و الـ and Posterior Hypothalamus مسؤولة عن الـ Sex Drive نيجي الآن على الموضوع الثاني من المحاضرة اللي هو الـ Reward Centers and Punishment Centers هلا هدول هم من وظائف الليمبك سيستم تمام؟ من وظائف الليمبك سيستم أوكي <applause> عفوا المهم هلا بدي أعرف إنه أنا بالحياة أي إشي بدي أعمله راح أحس بـ أو Punishment إيش يعني؟ يعني يا اي اشي رح اعمله اي تصرف اي سنسيشن يا اما رح احكي انه هذا الاشي اعطاني شعور بالرضا او الانبساط يا اما رح احكي انه هذا الاشي اعطاني شعور بعدم الرضا اللي هو البلاجر سنسيشن او ان بلاجر سنسيشن تمام هذا الاشي رح يخليني يا اما انه انا حسيت بالبلاجر اعطاني شعور الرضا او الانبساط فانا continue او ريبيت الاكشن اللي انا كنت بعمله يا اما اعطاني ان بلاجر سنسيشن فانا ستوب الاكشن اللي كنت بعمله تمام هذا اللي هو مبدا الريورد اند ذا بانشمنت سنتر انه انا هذا الاكتيفيتي اللي عملته اعطاني شعور كويس ولا لا انبسطت فيه ولا لا اذا اه بكمل اذا لا اعطاني شعور بالخوف اعطاني شعور بالرعب اعطاني شعور عملت اسكيب رياكشن هربت اي شيء غير الانبساط هذا بنسميه ال punishment هون انا ستوب هذا الشيء تمام هلا بحكي لي انه ايش هو الريورد reward؟ سنترز centers هو المسؤول عن البلاجر sensation تمام؟ المسؤول عن البلاجر sensation موجود في الميديا فور بريم باندلز lateral and ventromedial nuclei of hypothalamus إذا موجود وين في the lateral والventro-medial nuclei في the hypothalamus نعرف إن كل مكان كل واحد إذا the reward centers موجود في along the course of the medial forebrain bundle وتحديدا في lateral and ventromedial nuclei of hypothalamus هلا هذا reward center كيف هيشتغل مثلا أنا كنت قبل شوي حكي هنا عن ال hunger center جعت تمام افرز جسمي اللي هو الجريلين طلع من الجاسترو تراكت ومن hypothalamus راح على الهنجر ستيت على الهنجر سنتر في اللاترال hypothalamus في اللاترال hypothalamus تحفز الشعور في الجوع فرحت اكلت اكلت زاد اللبتين راح على ستيت سنتر انا شبعت اللي بصير هون انه انا اول ما بلشت اكل غير الستيت سنتر اللي راح عليها هذا السنسيشن راح يحسه كمان مين الريورد سنتر الريورد سنتر لما بحس هذا السنسيشن رح يفرز دوبامين عن طريق شيء اسمه ميزوليمبك دوبامين دوبامينيرجيك باثوي افرز هذا الدوبامين الدوبامين حفزني او حسسني بالبلاجر سنسيشن وظيفته انه يحفزني انه انا حسسني انه هذا الاشي انا انبسطت فيه تمام فحسسني بشعور الانبساط فانا ايش قررت تو كونتينيو او ريبيت الاكشن تمام هذا الاشي اللي بخلينا انه انا اول ما ببلش اكل بنبسط بعدين بكمل بزيادة يعني هذا الاشي بخليني اضل اكل وانا مبسوطة أم شغلة ثانية انه هلا انا لما بلشت اكل اول اشي كنت مبسوطة شوي بعد شوي هيك بلشت احس بالشعور اكثر واكثر هذا الاشي بنسميه ري بمعنى الريورد سنتر لما حس بهذا الشعور ارسل اشارة للسيربرال كورتكس بانها تزيد الريسبونس تبعها فزاد الريسبونس زاد البلجر سنسيشن زاد ايش انا الشعور تبعي زاد هاي سميناها ري انفورسمنت تمام ف الريورد سنتر حكينا مسؤول عن البلاجر سنسيشن موجود في الميديال فور برين بندل تحديدا في اللاترال اند فينترو ميديال في الهايبوثالامس مسؤول زي ما حكينا عن البلاجر أه، سنسيشن نيجي الان على البانشمنت سنتر اوكي بس اشوف في شيء كنت احكيه اه كنت احكي لكم عن حكينا احنا انه انا الـ مع الايتينج تمام بلشت احس بهذا الشعور افرز للدوبامين هذا الدوبامين اعطاني البلاجر سنسيشن هلا الكوكايين او المخدرات بشكل عام هاي الاشياء اللي بتعطي ادكشن اللي بيصير عليها ادمان كيف ما بدا شغلها حتشتغل على الريورد سنتر بحيث انه هذا الكوكايين لما بيشتغل رح يشتغل وين على ال هلا مش عارف كيف احكي لكم الدوبامين لما بصير له ريليز من النيورون انا ليش سمعتي هيك ما الدوبامين لما بصير له ريليز من البري ساينابتك نيورون تمام حكينا احنا باول محاضره انه واحده من الطرق عشان اتخلص من النيورو ترانسميتر بالساينابتيك كليفت لما خلص الرياكشن انه يصير لها ري ابتيك عن طريق ترانسبورتر الدوبامين بيشتغل بهاي الطريقه في له ترانسبورتر على البري سايناتيك نيورون بيرجعه لمحله هلا الكوكايين لما بيجي رح يعمل بلوك لهذا الترانسبورتر فبالتالي رح يزيد كميه الدوبامين الموجوده فبيزيد البلاجر سنتيشن هذه الأشياء اللي بخليهم يعطوهم الادكشن يصير عندهم الادمان انه بصير في عندهم رغبه بريبيت الاكشن تمام انه يعيدوه دائما فهاي مبدا ريورد سنتر وهاي مبدا الكوكايين كيف بيشتغل تمام هلا البانشمنت سنتر هو اللي مسؤول بالعكس مسؤول عن الديسبليجر مسؤول عن الفير مسؤول عن مش عارف ايش هالكلمة الكلمه بتلفظ مسؤول عن البين عن السكنس تمام فهو مسؤول عن المشاعر اللي مش محببه لنا مشاعر انه انا وصلت لشيء او حاسه بشعور مش مش مبسطني خلينا نحكي هذا السنتر وين موجود بالاساس هو موجود في السنترال جراي اريا اللي تحيط في الاكويدكت اوف سلايفس بجوز هيك بالضبط المهم لحد ما تطلع على فينتريكولار زونز بالهايبوثلامس اند ثلامس فالبنشمنت سنتر بدنا نعرف مكان كل واحد فيهم تمام مسؤول حكينا عن الديسبليجر عن الفير عن البين عن السكنس تمام وموجود في الجري اريا اللي تحيط في الاكويدكت اوف سلايس ما بعرف ايش هاي صراحة بصراحه يعني المهم فبدنا نعرف المكان تبعه حكينا هو مسؤول عن الديسبليجر هلا اللي بدي اعرفه عن البانشمنت سنتر انه هو more potent than reward يعني اذا اجى شعور حفز البانشمنت سنتر راح ممكن انه يعمل فول انهيبيشن او كومبليت انهيبيشن للريورد سنتر يعني الاشياء دائما اللي بتخوفني او بتوجعني بحس فيها اقوى من الاشياء اللي بتبسطني على هذا السبب انه البانشمنت سنتر لما بيتحفز بيعمل كومبليت انهيبيشن للريورد سنتر عشان هيك احنا دائما بنحس بالاشياء اللي بتزعلنا اكثر من الاشياء اللي بتبسطنا بحكي لي انه اقوى ستيمولس للبانشمنت سنتر هو الريج الغضب تمام لما بيعصب الواحد بيتحفز البانشمنت سنتر باعلى مراحل بيصير كومبليت انهيبيشن للريورد سنتر تمام لحد ما يصير له انهيبيشن عن طريق مين حق شو حكينا المسؤول عن الترانكويلتي اللي هو الفنتروميديال نيوكليااي بالهايبوثلامس تمام اوكي الآن إذا حكينا أنا لحد الآن شو حكيت؟ وحدة من وظائف الليمبك سيستم اللي هي الريورد سنتر والبانشمنت سنتر. الريورد سنتر موجود في اللاترال أندفنترو ميديا نيوكليي في الهايبوثلموس، البانشمنت موجود في السنترال جيرس اللي حوالين هذا الإشي. إيه الريورد مسؤول عن البلجر سنسيشن، البانشمنت مسؤول عن الدسبلجر، مسؤول عن الفير، مسؤول عن البين، مسؤول عن السكنس. حكينا إنه البانشمنت سنتر مور بوتنت، إذا صار له اكتيفيشن حيعمل كومبليت انهبيشن للريورد سنتر. هلا بدي أحكي عن شغلة كل ستيمولس بيجي على الجسم ما بحفز مكان واحد بحفز ملتيبل اريا بالسيربرال كورتكس تمام تمام الان اذا اجى سنسوري سنسيشن وما حفز لا ريورد سنتر ولا البانشمنت سنتر يعني لا اعطاني شعور بالانبساط ولا اعطاني شعور بعدم الانبساط هذا الاشي رح يصير له اشي اسمه habituation زي مبدا الهابيتشويشن اللي درسناه بمحاضره الميموري انه الجسم بيعمل له اجنور يعني تجاهل ببطل يحس فيه تمام اول مره ثاني مره ثالث مره ببطل الجسم يتعامل مع هاد السنسيشن ببطل يحس فيه تمام فواحدة من الاشياء يلي بتخلي الجسم يتعامل مع السنسوري ستيمولس هو انه يحفز الريورد والبانشمنت سنتر فكثير مهم انه كل ستيمولس بيجي على الجسم على البرين يحفز ايذر الريورد او البانشمنت سنتر تمام غير هيك حكينا حيصير له هابيتويشن راح نعمل له اجنور ايش يعني اجنور يعني كانه الريورد سنتر او البانشمنت سنتر ما تحفزوا فبصير في عندي ستيميوليشن على السيربرال كورتكس انه يصير فيها ايش مالها كومبليت انهيبيشن للكورتيكال ريسبونس بيوقف الكورتيكال ريسبونس تجاه هذا الاستيميولس تمام فمجرد ما انه الاستيميولس ما حفز لا ريورد سنتر ولا البانشمنت سنتر اذا صار في عندي كومبليت انهيبيشن على الكورتيكال ريسبونس سميناها هابيتويشن اما اذا اجى هذا الريسبونس وحفز يا اما ريبورد سنتر يا اما البنشمنت سنتر راح يصير في عندي هاي السنترز تودي اشارات باتجاه الكورتكس بحيث تزيد الاستيميوليشن تبعها تعمل ريبيتيتف ستيميوليشن عليها فبنسميها ري انفورسمنت بحيث انه الجسم بصير يحس فيها اكثر زي ما حكينا عنها مبدا قبل شوي بدايه الاكل اكلت شوي انبسطت شوي بعد بشوي ببلش يزيد الشعور هذا الاشي سببه الري انفورسمنت حفزنا الريورد سنتر الريورد سنتر بلش يصير لي اشارات باتجاه مين باتجاه ال الكورتكس وهاي الكورتكس زادت الريسبونس تبعها تمام تمام اذا فهمنا مبدا الهابيتويشن والري انفورسمنت الهابيتويشن إنه انا صار في عندي سنسوري اكسبيرينس ما حفزت لا الريورد ولا البانشمنت سنتر فصار في عندي كومبليت انهبيشن للسربرال كورتيكال سميناها او انه هذا السيميولس حفز واحد من هدول تو uh, centers فحفزوا لي cerebral cortex. او ريسبونس فصار في عندي ايش ريبيتد صار بصير في عندي خلينا نحكي intense response بتزيد الريسبونس سميناها reinforcement اخر شغله بدنا نحكي عنها اللي هي انه reward and punishment centers of the limbic system have much to do with selecting the information that we learned يعني هي إلها دور باختيار الأشياء يلي أنا رح أتذكرها أو أحفظها فهي إلها دور في الميموري كيف؟ ذكرين بالمحاضرة الماضية حكينا عن فكرة الفاسيليتيتر وحكينا عن واحدة منهم كانت النوسي سبترز اللي بحفزها البين فالبين حفز هذا النوسيسبتر هذا النوسيسبتر اشتغل از فاسيليتيتر ضل يعمل لي repetitive stimulation هاي repetitive stimulation عملت لي تشينجز بالساينابس تمام عملت لي تشينج بالساينابس بين النيورون فعملت لي ميموري either intermediate او long term memory الان هاي برضو الريورد سنتر والبانشمنت سنتر رح تفرز او رح تضل تعمل ريبيتيتيف ستيميليشن على هاي النيورون او الميموري تراكت بحيث انها تعمل لي لونج تيرم ميموري يعني انا تعرضت للاشي تمام اول مرة مثلا يعني ايش بخليني اذكر الاشياء اللي بتحزن خلينا نحكي حكينا احنا انه بصير في عندي ستيمولس ريبيتيتيف ستيمولس مع كل مره بتذكر الاشي هذا الريبيتيتيف ستيمولس حكينا او ريبيتيتيف الكتريكال ترانزميشن او امبلس من بين النيورونز تمام انتقل صار في عندي ريبيتيتيف ستيميوليشن صار بلش يصير في عندي تشينجز حكينا واحدة من الاشياء يلي بتزيد الريبيتيتيف ستيميوليشن هي الفاسيليتيتر هاي الفاسيليتيتر عباره عن نيورونز ممكن هاي النيورونز تكون جايه من الريورد او البانشمنت سنتر تمام بحيث انها تضل عملت لي ريبيتيتيف ستيميوليشن فتحول لي الاشياء الى لونج تيرم ميموري واتذكرها تمام فبهاي الطريقه بحكي لي هو سلكت الاشياء اللي انا اضل متذكرها وانه هو بيساهم في الميموري تمام السينابتيك بلاستيسيتي اللي هي مبدا الشيء اللي حكينا عنه انه بصير في عندي تشينجز بالسينابس بحيث انه تتكون الميموري فنرجع نحكي الريورد سنتر والبانشمنت سنتر حكينا انا في عندي تو سنترز ريليتد للهايبوثلامس الريورد سنتر موجود في اللاترال والفينتروميدال نيوكلياي البنشمنت سنتر موجود في هذا المكان وطالع على الهايبوثلامس والثلامس الريورد مسؤول عن البلاجر سنسيشن البنشمنت مسؤول عن ديسبلاجر عن الفير عن البين والسكنس حكينا انه um, لما بس ال punishment center أقوى من ال reward center ممكن أي شيء يحفز ال punishment يعمل complete inhibition على ال reward أقوى stimulus بيتعرض له الـ punishment هو ال rage أو الغضب حكينا إنه أي stimulus بده يجي لازم يحفز واحد من هدول ال two centers إذا ما حفزهم رح يصير في عندي inhibition للكورتيكال cortical response تجاه هاد ال stimulus فسميناها habituation وإذا صار في عندي activation لواحد من هدول التو two centers راح يزيد الريسبونس الكورتيكال ريسبونس فسميناها ري انفورسمنت يعني اذا تحفزوا بيعملوا ري انفورسمنت بيزيدوا الكورتيكال ريسبونس اذا ما تحفزوا راح يعملوا انهيبيشن للكورتيكال ريسبونس سميناها هابتشويشن اخر اشي حكينا عنه انه هاي الاشياء او هدول التو سنترز بيرسلوا اشارات للميموري تراكت بحيث يزيد repetitive ستيميوليشن يعني حسسوني بشعور خلوني انا اتذكر هذا الموقف او اتذكر هذا الاكشن أه ف بيساهموا باللونج تيرم ميموري عن طريق الساينابتك بلاستيسيتي تمام يعني انهم بيعملوا ريبيتيتيف ستيميليشن بحيث يصير في عندي سينابتيك تشينج هاي الساينابتك تشينج او ساينابتك بلاستيسيتي بتساهم في اللونج تيرم ميموري تمام هيك بنكون كملنا هاي المحاضره اتمنى ان اكون شرحتها منيح وصلت لكم الفكره زي ما حكيت لكم الموضوع كثير طويل كثير معقد كثير في ديتيلز حاولت ما ادخل فيها كثير حكيت لكم لانكم في فتره قبل الامتحان بس برضو يعني هي تفاصيل لو قراتوها في اشياء كثير احنا كمستوانا مش كثير بنفهم هاي الاشياء فمبدئيا خليكم على هيك انا هاي اخر محاضره حشرحها المحاضره الجايه ما حشرحها انا يعطيكم العافيه اثر اتمنى ما اكون قصرت معكم اي شيء بتحتاجوه انا موجوده دائما وكل التيم موجودين ويعطيكم العافية وبتوفيق بامتحانكم باي